بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سالموني تريدينج شانل مع كورس استخدام الشموع اليابانية فقط في التداول. عنوان محاضرة اليوم: ما هي استراتيجية هذا الكورس؟ يعني ما هي الطريقة أو الخطة التي سوف نتبعها في هذا الكورس؟ سنتناول في هذا الكورس شرح 15 نموذج من نماذج الشموع اليابانية بالتفصيل مع التطبيق العملي على الشارت. في الدقائق التالية من الفيديو سوف أتركك تستمتع بالموسيقى الهادئة مع هذه النماذج 15 والتي يجب على كل متداول أن يعيها ويستوعبها ويفهمها جيدا حتى يتمكن من أخذ الصفقات الرابحة في الوقت المناسب وعلى التايم فريم المناسب في المدة الزمنية المناسبة. هذا لا يعني أنه لا يوجد نماذج أخرى مهمة، لكن مبدئيا هذه هي أهم 15 نموذج. لو فهمتها واستوعبتها كويس وطبقتها تطبيقا صحيحا فلن تكون محتاج إلى غيرها من النماذج. ثم بعد ذلك سنوالي بالشرح والتفصيل والتطبيق العملي على الشارت، كل نموذج على حدة على جميع الفريمات ابتداء من فريم الدقيقة وحتى فريم الشهر. والآن أتركك مع هذه النماذج.
إلى أن ألقاكم في المحاضرات القادمة، لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحثنا فيه على وجوب وفضل التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.